يسأل ويقول: أنا أحد الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمرض عصبي ونفسي أعجزني عن أداء الصلاة في المسجد، مع العلم أنني أحافظ على أدائها في أوقاتها في البيت. أرجو من فضيلتكم أن تفتوني، هل علي حرج في أدائها في البيت أم لا بد من الذهاب إلى المسجد وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد فأنت معذور أن تصلي في البيت، أما إذا كان باستطاعتك أن تذهب إلى المسجد ولو مع بعض المشقة فإنه يجب عليك الصلاة في المسجد، هذا حسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم.